تعالوا نروح لآراء نجوم المنتخب المصري في هذه البطولة، البطولة الأفريقية، بطولة مهمة جدا كل المصريين بيستنوها، يعني عايزين يفرحوا كالعادة. البطولة على أرضنا، وإحنا متعودين أي بطولة على أرضنا ناخدها وناخدها بأريحية. كمان البطولات اللي فاتت خدناها بصعوبة، إن شاء الله ناخد البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله مع صعوبة الفرق وصعوبة المنافسة وقوة الفرق الأفريقية والشمال أفريقيا. كمان بقى في منافسة كبيرة جدا جدا جدا، إن شاء الله يكون منتخبنا أدى هذه المنافسات. المحمدي بيقول، محمدي قائد منتخب مصر، بيقول ان احنا جاهزين لهذه البطولة على اتم ما يكون، جاهزين لضربة البداية مع زيمبابوي ونمتلك لاعبين كبار. اتكلم عن صعوبة البطولة زي ما قلت لحضراتكم، اتكلم عن صعوبة الفرق الافريقية وايضا فرق شمال افريقيا، مغرب، جزائر، تونس، فرق كبيرة جدا وفيها عناصر مهمة جدا ولعيبة كبيرة قوي كمان. اتكلم عنها وقال ان احنا فريقنا كمان بيمتلك لعيبه مهمه جدا زي محمد صلاح وتريزيجيه. اتكلم عن كل عناصر المنتخب الوطني بالتفصيل، اتكلم كمان عن دور الجمهور واهميته، وقال ان الجمهور مش هيبقى مصدر سلبي. وطبعا يا محمد الجمهور عمره ما كان مصدر سلبي للفريق، وانتوا نجوم كبيره عارفين ضغط الجماهير يعني بيبقى دايما ان شاء الله ضغط ايجابي. قال ان الجماهير هتكون سلبي او عامل سلبي للفرق المنافسه ان شاء الله، ويكون عامل ايجابي لينا، واحنا متفهمين الجماهير عايزه البطوله باي طريقه. اتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن مجموعه كمان، كان ان هي مجموعه متوازنه وليست مجموعه سهله، ده كلام المحمدي. وقال ان شاء الله الموقف هيبان نتيجه واداء في المباريات المقبله ان شاء الله باذن الله. اتكلم عن محمد صلاح كنجم كبير جدا، نجم عالمي ومن افضل 3 لاعبين في العالم، ده كلام النجم الكبير المحمدي، وقال ان هو بيمثل قوه لنا وسعداء بوجوده وهو لاعب مميز جدا جدا. قال الاجواء في بطوله 2008 و2010 كانت صعبه، والاجواء في بطوله 2008 كانت هي الاصعب لانها تضم افضل الاجيال الافريقيه، ولكننا نضم جيل حالي مميز وتحديدا المحترفين. ده كان نص الخبر اللي اتكلم عليه المحمدي، وقال كمان ان الروح المعنويه بيتسلح بها نجوم المنتخب المصري. غيري قال جاهزون لضربة البداية ونحترم كل المنافسين. قدام حضراتكم في الشاشة أجري المدير الفني للمنتخب الوطني، لعبنا مباراتين زي ما قلت لحضراتكم، في ناس أول مباراة مع تنزانيا كانوا خايفين جدا وقالوا المنتخب بيخوف، المباراة الثانية لما نزل بقى محمد صلاح وكان في تشكيلة يعني شبه ثابتة شوية، هنشوف التشكيلة الأساسية إن شاء الله في مباراة الافتتاح، شفنا فريقنا وشفنا إن هو أدى كويس، شفنا إن كان في تناغم خصوصا كمان في وجود محمد صلاح، بصراحة كان بيدي قوة كبيرة جدا للمنتخب المصري. قال إن احنا جاهزين بشكل قوي جدا، وقال إن منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في الكان، المنتخب اللي هيكون صاحب ضربة البداية مع المنتخب الوطني في الافتتاحية إن شاء الله. واتكلم عن إن هو منتخب قوي مش منتخب سهل، واتكلم إن هو في 90 دقيقة بيفكر فيها بس هي مباراة الافتتاح دون النظر لباقي المباريات أو المنافسة على الكأس. أنا معاك جدا جدا إن احنا ناخد كل مباراة أو كل 90 دقيقة بال 90 دقيقة بتاعتها، ما نروحش لأبعد من كده إن شاء الله، ربنا يكرمنا في كل 90 دقيقة بإذن الله بالفوز حتى لو كان في وقت إضافي في الأدوار المقبلة. قال من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، وإن الكل بيعلن أو يعلن التحدي، وتأكيدا أوغندا وزيمبابوي والكونغو لهم رغبة في التأهل عن المجموعة، وده أمر طبيعي ومشروع جدا لكل المنتخبات. قال المنتخب المصري زي كل المنتخبات، لكن في نجم كبير زي صلاح لاعب رائع ويؤدي مثل بقية اللاعبين وملتزم تماما، وده اللاعب المحترف طبعا أكيد محمد صلاح عدى الكلام ده كله. يا مستر أجري، محمد صلاح لعيب مميز جدا، خلاص احنا كلامنا عليه يعني مهما نتكلم مش هنوفيه حقه، وإن شاء الله يكون قد كلامنا وأكتر كمان، ويكون قد طموحات المصريين بشكل عام. المدير الفني شدد على ان فرحه المصريين هي هدفه الاساسي في الوقت الحالي، ركز في ال 90 دقيقه وان شاء الله المصريين هيفرحوا بال 90 دقيقه، مضيفا بان حسم اختيار حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي ولكنه لن يصرح باسمه الحالي، خلاص حسموا اسم حارس المنتخب، وانا طبيعي جدا بصراحه ان انت تعلن اسمه ما فيهاش مشكله، سواء الشناوي الاهلي الشناوي الزمالك او دلوقتي هو في الاهرام بيراميدز او ايا كان يعني مين لا يكون، او طبعا الحارس جنش حارس منتخب مصر وحارس الزمالك، الثلاثه ان شاء الله يكونوا ممثلين جيدين لمصر ويكونوا يعني حراس عارين المنتخب الوطني على اكمل ما يكون، ثلاث حراس مميزين جدا سواء الشناوي الاهلي او الشناوي بيراميدز او جنش الزمالك، كلهم ادوا موسم على احسن ما يكون، ان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا جميعا ايا كان مين اللي هيمثل
منتخبنا الوطني، وخصوصا ان احنا كأهلوية عايزين طبعا الشناوي، مع احترامنا لكل الناس الزمالكاوية عايزين جنش اللي بيشجعه. مش عارف بقى يعني، ان شاء الله يكون كابتن احمد ناجي والجهاز الفني كله عند حسن الاختيار باذن الله في حارس المرمى. هو قال ان احنا وقفنا خلاص عند حراسة المرمى وعرفنا مين اللي هيمثل حراسة المرمى، لكن مش هيصرح باسمه. ماشي. كمان اتحدث عن او اتكلم عن الصعوبات اللي واجهته، واهمها عدم انتظام مسابقه الدوري الممتاز، وعدم حصول اللاعبين على راحه مناسبه، وعدم انتهاء الدوري قبل البطوله. ده جعل اللاعبين، ده الكلام اللي بيقوله، خلى اللاعبين يعانون بدنيا جدا جدا، موضحا ان وصول اللاعبين في وقت متاخر هي المشكله، والمسانده موجوده للمنتخب وكل شيء على ما يرام، والدوله تساند الفريق بكل قوه.